انت عملت شغل ليه علاقه بالسيره الهلاليه وكان شغل مميز ليك جدا، وعملت شغل موال. والموال كان اكثر تميز. ليه الموال وليه سوهاج اصلا يعني مرتبطه بالموال؟ يعني دايما يتقال سوهاج بلد المواويل. سوهاج اتميزت بالموال الكامل. يعني ايه كامل؟ يعني ايه كامل؟ لما اجي اقول لك العليل اشتكى للطبيب وقال له انا بليت وظهر معايا الم، والالم الم جسمي لما انتسع جلعان. ركز على اول حرف جلعان. جلعان. وفين الحبايب وفين الصديق؟ جلعان. جلعان الثانية. وكل صاحب مشيته ألقى الجديد جلعان. الثلاثة دول تمام لهم فكة طبعا. بيقول أنا بليت وظهر معي ألم، والألم ألم جسمي لما انتسع. معنى الانتساع لما وسع لما كبر جه لغاية العين. جلعان الألم. وفين الصديق وفين الحبيب اللي هيجي عين؟ جلعان. وكل صاحب مشيته ألقى الجديد جاء العن من اللي العن من لابه جلعان. دول ثلاثة الكمالة بتاعتهم عشان يبقى الموال كامل. أنا بليت وتعبت ولجنب الوالدة والبين، ولجنبي الوالدة ولابويني ولجنب الوالدة والبين، وجميل اللي صنعته مع الردي لا ظهر والبين، لا ظهر ولا بان. شوف الدنيا الردية لما تميل تهد القصور العالية والبنى، والبين ده الدنيا والبين لهم ميلة على الجلعان. شوف أوله جلعان وآخره جلعان. جلعان ده المسبع. تمام ده الصباعي. ممكن تخليه 14 ممكن تخليه 7. تمام. اتميزنا محافظ سوهاج وفنانين سوهاج بالموال الكامل السباعي السبعة أو الـ14. جيب لي مثلا في جينة ولا أسوار ولا في أي مكان بقول لك ثلاث كلمات من الموال وخش لك والراء وخش لك على الأغنية. تمام. يا رب كل من لي حبيب ما تحرمه منه، ولا تفرقوش يا زمان مهما شبع منه، لأنه ماشي على خلاص ولا فيش عيبة جرت منه، وروح خشش له الأغنية. دول ثلاث كلمات ما كملش الموال. الأول أنا بذكر الله إلهي حي ما فيش سواه، خلق عبده ولا ينساه. كان ليك شغل مرتبط بالافراح اكتر، بالعجينه شيل العجنيه. شيل العجنيه بتاع شيل العجنيه دي كانت مكسره الدنيا في الصعيد وقت من الاوقات. ما تسجلت كمان دي برضه. طب ما تسمعني حته منها. وقعوني مع وحده شيني بيتنا ما تعشينا، يرثنا على رصنا مشينا، تريه العفش عمره طويل. هي قالت له برضه نشينا يا فقري، برضه نشينا يا فقري، وقدمك علي فقري صعب وطق قطع صدري، ومن ياخدك غيري يا غشيل. قال وهمتيني يا بنت الناس انا اجعل وراكي مراس، ترك فقرية ما فيش إحساس، جبتي لي عدة ياسين، واللي معاه واحدة قصيرة يعملها حمالة زير، واللي معاه واحدة طويلة يعملها حبل الغسيل، واللي معاه واحدة أصيلة وجميلة يعيش معاها طول السنين. ده تأليفك طبعا. يعني جات الفن ده في العيلة ازاي؟ هو مش في العيلة في الأسرة بس كان فن، لأن والداني أصلاً لا أبوه فنان ولا جده فنان شاعر ولا حاجة. أبوي اسمه فهم أبو علي بهمام خشاب، من عائلة اسمها بيت أبو خشاب في البربي، رجل فلاح يعني ربي. فما هوش الفن. اتشبك مع مين في الفن دي؟ مع جابر أبو حسين الله يرحمه. الله يرحمه. خد موضوع السيرة من جابر أبو حسين. كان شاعر. ومن مرحوم السيد الضوي، والضوي نفسه أبو السيد الضوي كانوا شعراء. فكانت الشباب طبعا تلتقى معهم في السويس وفي بعض البلاد البحيره وجنا والموالد بتاع سيد عبد الرحيم، واتجه لموضوع الفن المرحوم ابوي، حتى ساب البلد عشان الفن. ليه؟ وساب مراته وعياله. ليه؟ هو الفن وهو البلاد بتاعت الفن والحكاوي دي، ناس وكانوش طبعا راضين بحكايه الفن الشعب والحاجات دي. بعد كده طبعا لما وصلت انا للسن بتاع 9 سنين لقوا صوتي موهبه وصوتي كويس، وبقيت اروح معاهم في الحفلات واغني. يقول لا خلونا رجب يغني، خلونا رجب يغني. طلعت في الاغاني. ولادك فنانين؟
الحمد لله. كان معك كم ولد الأول؟ ربنا يخلينا وخليك معي 13. 13؟ كم واحد منهم فنان؟ الفنانين فيهم أحمد ومحمد ومصطفى، مصطفى رجب قلنا احنا ومحمود. أربعة وشعراء برضو، وعبد الله مسكين في الفن شوي. ستة منهم هيطلعوا فنانين شعبيين إن شاء الله. وكريم الصغير ده معنا، كريم الصغير أغلى بيغني. الصاحب الزيت يتشال في القلب والعين عشان بتفج منه روايح، لكن النجل لما يبدي بالعيب ما تجي منه غير الفاضي.